كتاب ابن عدي الكامل في أسماء الرجال الكامل في الضعفاء الذي طبع، يعني ما رأيكم في هذه في هذا المطبوع؟ أي أدلة القائمون على طبعه جماعة تجار لا خلاق لهم، يكذبون ويدججون لترويج لجنة من أهل الاختصاص وتحت إشراف الناشر، ما شاء الله ما شاء الله، فهو فوق أهل الاختصاص. فمن هم أهل الاختصاص؟ أطفال تلاميذ مستأجرين، فهم أهل الاختصاص، فهو المشرف عليهم. رأيتم الفارس الذي أخرجوه؟ ما رأيتم لو رأيت الفارس لعلمت أنهم تجار وأنهم يشملهم معموم قولي عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وسبق. لقد طبعوا الفارس لا يستفيد منه من كانت عنده الطبعة الأولى من الكتاب، لأن الطبعة الأولى في 7 مجلدات كما أظن رأيتها، وأرقام الصفحات ليست كل مجلد، أرقام الصفحات لكل مجلد منفصلة عن أرقام المجلدات الأخرى، بل رقم تسلسل من أول مجلد إلى المجلد السابع، فكان عدد الصفحات 2000 وكذا. فلما طبعوا الفهرس في مجلد مثل مجلد أحد المجلدات السبعة، صار المجموع 8، لكن هذا الفارس لا يعمل الطبعة هذه، وإنما لطبعة جديدة عدلوا الصفحات فيها، لكل مجلد له صفحاته على الجد المتبعة في كل المطبوعات. ثم كما يقال ثالثة الأذهاب، اضطرونا أن نشتري نسخة طبعة جديدة، فلما طلبناها قالوا ما جاءت بعد، فهم ينشرون المجلد الذي لا فائدة منه إلا مع الطبعة الثانية، والطبعة الثانية ما أنزلوها إلى السوق. الله أكبر، وفيها أخطاء فاحشة، أعوذ بالله من الجشع والطمع المادي. أحد الشباب في جامعة الإمام محمد بن سعود عنده رسالة ماجستير حول كتاب ابن عدي، وقال يعني نفس الكلام فيها تصحيحات رهيبة جدا، قال إلا أنه تبين لي أن الإمام ابن عدي كان يعني أعجميا لا، هذه أمر سهل جدا. هذا مثلا بينصب المرفوع وبيرفع المنصوب، لكن لا، في مثلا يزيد يكتبه بريد وبريد يكتبه يزيد، فتضيع الترجمة من أصلها. هذا صحيح معروف عن ابن علي، كان حافظا ولم يكن مثقفا ككثير من الخطباء اللي نسمعهم اليوم، بيلحنوا في أثناء قراءة الحديث لأنه ما عنده ثقافة عربية كاملة. هو المهم لما واحد يطبع كتاب من نسخة مخطوطة بيطبعها كما هي وبينبع على الأخطاء الموجودة في المخطوطة، لا بأس بهذا، لكن هم المخطوطة ما طبعوها كما هي لأنهم لم يحسنوا قراءتها.